صباح الخير عليكم. النهاردة بالصدفة وأنا في الوحدة مول لقيت شومارت فتح فرع جديد هنا. طبعا ده مكان اللي كان في مدينة زايد قفلوه من فترة، وعاملين حاجة جديدة أنا بالنسبة لي أول مرة أسمع عنها، تخفيضات الأربع الأبيض. أنا أسمع إن تخفيضات الجمعة البيضاء، لكن الأربع الأبيض ده جديد عليا. بس التخفيضات الصراحة حلوة، أسعارهم حلوة، وطبعا شو مارت غني عن التعريف. ده بالنسبة للجزء بتاع الرجالي شوز. ده بالنسبة للجزء الحريمي والبناتي، طبعا الحاجة بتاعتهم ماركات يعني غنية عن التعريف. والأسعار والتخفيضات سعرها كمان حلو قوي. ده بالنسبة للموديلات الجديدة، طبعا ما عليهاش تخفيض. ده قسم البيبيهات، ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. طبعا انا باجي عنده بقف واتنح، الحاجات عندهم تجنن. طبعا ده جزء الشنط الحريمي، مش عارفة الصراحة الشنطة دي يعني ممكن احط فيها ايه، حجمها صغير جدا. حبيت اعمل لكم تغطية على السريع للكوليكشن اللي عندهم.
انا شايفة بالنسبة للعروض الاسعار حلوة قوي، يعني ده 139 نزل 79 درهم، ده 39 درهم. ودي كانت تغطيتنا النهاردة لمحل شو مارت في الوحدة مول. يا رب تغطيتنا تكون عجبتكم وتستفادوا من العروض اللي موجودة داخل المحل. يلا اشوفكم في فيديو جديد.